جهود حثيثة تبذلها وزارة الصحة في مملكة البحرين لمكافحة فيروس كورونا، حيث خصصت في الآونة الأخيرة حملات تفتيش مكثفة تجوب الشوارع وصالونات الحلاقة للتأكد من اتباعها لإجراءات السلامة والوقاية. احنا عقب طبعا ما نفتش نتأكد من المعايير اللي احنا حاطينها طبعا في نشرناها خلال وسائل التواصل الاجتماعي بحذافيرها، نطبقها على أرض الواقع ونتأكد منهم أن وفروهم أو لا، وراح تكون في إجراءات صارمة على أي محلات مخالفة لأي بند من بنود القرار اللي نزل على الاشتراطات الصحية اللازمة. جميع المواطنين من حقهم أن يحصلون على خدمات صحية مناسبة على حسب المعايير الموجودة، يتأكد أن توفر له السلامة اللازمة. وأي مواطن ما يحصل من أي صالون من أي مكان أي محلات تجارية ثانية على الشروط يعني الخدمات المناسبة، من حقهم أن يتواصلون مع الجهات المعنية، وإحنا راح نقول بدومنا وعندنا إجراءات صارمة جدا للمخالفين. والله الحمد لله أول ما دخلنا طبعا خذوا أسامينا ورقم التواصل الشخصي لنا، وخذوا درجة حرارتنا وتعقيم من أول ما دخلنا، والمكان مثل ما انت شايف مكان كان مرتب ونظيف، وجميع الاستاف كانوا ملتزمين بالاشياء الوقائيه اللي تخلينا احنا نقدر نتساعد يعني ان ندخل في الحلاق من غير خوف. الصراحه مطمن ان انت قاعد تتلقى لهذه الخدمه في ظل هالظروف. اي نعم، يعني على الاجراءات اللي نشوفها ما شاء الله، يعني بالماسك مالهم بالسانيتايزرز بالجلافز، وخصوصا انه ما في شيء احد بيستعمله غيرك، هذه اهم شيء يعني، وكل اشياء وقائيه هذه اللي احنا نتبع حاليا. والله يفكنا ان شاء الله من هالجائحه ان شاء الله يا رب العالمين. اول ما دشينا هاي المحل يعني ما شاء الله عليهم ملتزمين باغلب الاشتراطات المهمه، على طول ياخذون الاسامي البيانات، يقيسون الحراره، التعقيم عندهم مستمر على طول ما شاء الله عليهم. يعني نتمنى يعني اغلب او خلينا نقول كل الصالونات ياخذون نفس الاجراءات ويسوون هاي الاشياء علشان نكافح هاي الفيروس، وان شاء الله يعني تنفرج الازمه قريب. يعني انت كمقدم لهذه الخدمه، شنو الاجراءات اللي تتبعها خلال تعاملك مع الزبون بشكل مباشر؟ احنا بناخذ رقم تليفونه واسمه وبنقيس درجه الحراره والوقت اللي جه فيه. الزبون هو بيحلق شعره لازم يبقى لابس الماسك، اللي بنحط له كيس، بنحط له فوطه بلاستيك بتبقى بتاعته هو بس، بنلبس احنا جلابز وبرده كيس، بيبقى لكل زبون للكيس بتاعه والماسك بتاعه، وكل الحاجات دي بتتغير بس. هل تحس ان الزبائن مطمنين اثناء تلقيهم لهذه الخدمه؟ والله هو الزبون لما بيجي يخش بيسال المكان، بيشوف بعينين ان احنا بنبقى معقمين المكان، لان احنا مش بناخد زبون ورا زبون على طول، بين كل زبون وزبون بناخد على الاقل 20 دقيقه، يعني 20 دقيقه بين كل زبون وزبون بنعقم الكرسي ونعقم السرفيز والعده والاجهزه، وبعد كده بنبتدي نشتغل. طبعا الخدمه هذه صالون بوس مقدمها من اول، فانت مجرد انك تبي تجي تتصل. والحين بالازمه الحكومه حطت القرار، هذه القرارات اللي هي تاخذ موعد قبل ما تتصل، والحمد لله خذيت موعد ووصلت الصالون. كنت في البدايه متخوف، بس بصراحه يوم وصلت متجهز من جميع النواحي، من ناحيه الجلافز، الكمام، البلاستيك، من جميع النواحي. أول ما دخلت خذوا اسمي وجميع معلوماتي الشخصية والحرارة، شيكوا إن كل أمور أوكي، والحمد لله على كل حال. وأتمنى من جميع الصالونات في البحرين يلتزمون بهالإجراءات، يعني إجراءات دقيقة يقوم بها فريق وزارة الصحة للتفتيش وللتأكد من اتباع الصالونات ومحال الحلاقة في مملكة البحرين من اتباعهم للإجراءات الصحيحة حفاظا على سلامة المواطن والمقيم. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.